هنا بصراحة يعني حزب الدعوة بعد 2003 هو ليس حزب الدعوة الذي كنا نعيشه وكنا نتعايشه في قبل 2003. الآن حزب جديد، أصبح حزب سياسي شنو الأسباب أستاذ انخرط نجاح؟ كثير. أنا طبعا عندي أسباب معينة ربما لا أستطيع أن أفصح بها الآن، بس لأنني عارضت أنا مشاركة عهدتك حزب الدعوة. شجاعا أستاذ نجاح. لا، أنا عارضت أساسا يعني مجيء مشاركة الإسلاميين تحديدا، يعني الذين نسمي أنفسنا بالإسلاميين، كنت أعارض بشدة مشاركتهم في عملية إسقاط صدام حسين عن طريق التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. بس تسألني ليش؟ أقول لك هو بالاستناد إلى فكر حزب الدعوة وبالاستناد إلى الفكر الذي كنا نؤمن به فيما يتعلق بتوصيفاتنا للولايات المتحدة الأمريكية. نحن كنا نصف في أدبياتنا الولايات المتحدة، الإدارة يعني القيادة الأمريكية، بالشيطان الأكبر، بالاستكبار العالمي، الدول الغربية عموما هكذا. بعدين تحول يعني حزب الدعوة وغير حزب الدعوة أخذوا يستخدموا اصطلاحات المجتمع الدولي ليبرروا دخولهم في العملية التي أسقطت نظام صدام حسين. طبعا حب السلطة واحد منها، لكن هم يبررون لذلك بأنهم كانوا يريدون أن يدخلوا، يقول لك صدام حسين ساقط، ساقط لا محالة، الولايات المتحدة الأمريكية ستأتي وتسقط هذا النظام، فلنذهب ونشارك ونحصل على ما نستطيع الحصول عليه من السلطة، وبعد ذلك نبدأ بالمقاومة ونعارض الوجود العسكري الأمريكي. لكنهم أخذوا وأنا أعتقد فشلوا.